انتخابات بعد الثورة ونأمل أن تؤدي إلى إفراز حقيقي لإرادة المحامين، وأعتقد أن هذه أول انتخابات مش هيشوبها تزوير، لأن الانتخابات في المراحل السابقة كان يشوبها التزوير، كان يتدخل فيها الحزب الوطني وأحمد عز. اليوم الانتخابات تتم بنزاهة مطلقة، نأمل إن شاء الله أن يحظى تيار أو قائمة لجنة الشريعة الإسلامية على البرلمانية الأصوات. نحن نؤيد الدكتور محمد كامل نقيبا للمحامين.